وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. هل توضح لنا أهمية زيارة جلالة الملك المعظم لجمهورية مصر العربية الشقيقة وانعكاساتها على القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل؟ مساء الخير ويا هلا ومرحبا. زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله لجمهورية مصر العربية ولقائه بشقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأتي أولا في سياق تعزيز العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والتواصل المستمر بين القيادتين، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، حيث على المستويين العربي والأقليمي تأتي هذه الزيارة للبحث لإيجاد حل سلمي وعادل في المنطقة للقضية الفلسطينية، وكما جاء في المؤتمر الصحفي لابد من إيجاد حل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وثانيا لابد من تهيئ للأخطار التي تهدد المنطقة العربية والأمن الأقليمي بشكل عام. وبحكم أن البحرين سوف تستضيف القمة 33 في شهر مايو القادم، فلابد من التنسيق بين البلدين للتهيئة لمثل هذه القمة، وخاصة أن جمهورية مصر العربية لها دور ريادي وقيادي في المنطقة، فبالتالي زيارة جلالة الملك تأتي أهميتها من هذا المنطلق. وهناك قضايا عربية وأقليمية مختلفة لا تهم البلدين الشقيقين، كل الدول العربية والإقليمية ودول العالم. ومن هنا فإن الزيارة هذه هي زيارة استراتيجية في الواقع، وتحقق أهداف كثيرة للبلدين وللعالم أجمع. فنتمنى أن يعم السلام العالم، ومملكة البحرين كما نعرف أن لها دور كبير في هذا المجال في إرساء السلام العالمي وفي احتضان جميع القمم واللقاءات التي تحقق هذا الهدف العظيم. وشكرا. نعم، الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لك.